في مكان واحد. يعني قلنا في العلوية هو توعية السبع الخطوات بأهمية التمرين. فقبل المهمة التطوعية دائما كاين واحد في المرحلة كنسميوها لا فورماسيون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لطيفة صغروشني، رئيسة جمعية تنمية المرأة القروية بتزاياس. كنت من المحظوظين أنني شاركت في هذه الدورة التكوينية اللي دارتها الجمعية المغربية للتطوع، واللي كان الموضوع ديالها حول التطوع التعاقدي. من خلاله تعرفت على مجموعة من المفاهيم، بينها بعدا المفهوم التطوع التعاقدي، وعرفت شنو هو، شنو هما الشروط ديالو، ونتمنى أنني نخدم في شي مهمة تطوعية ونطبق داك شي اللي دارنا في التكوين على أرض الواقع. وكنشكر الجمعية المغربية للتطوع، ونشكر الجمعية وجمعية واد كير اللي استضفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حفصة محمد، رئيس جمعية آفاق التنمية الاجتماعية بسيدي بوبكر إقليم جرادة. كان لنا اليوم الشرف أننا حضرنا واحد الندوة جهوية حول التطوع التعاقدي اللي نظمتها المجموعة المغربية للتطوع. وموازاة مع الندوة الجهوية كانت واحد الدورة تكوينية اللي كانت جات في إطار يعني ترسيخ مفاهيم ومبادئ وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني حول المهمة التطوعية ومفهوم التطوع التعاقدي. ومن خلال هذه الورشة التكوينية اللي دامت واحد اليومين، يعني كانت استجابة من طرف الفاعلين وفاعلات الجمعويات اللي كانوا حاضرين، وتمكننا أننا نعرفوا لك المفاهيم كلها، وأننا ندير واحد بلان داكسيون باش نخدمه بأريحية في الطيران. وعرفنا هذا النوع ديال التطوع التعاقدي اللي كيغيب على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية. ومن هذا المنبر هذا نطالب من الحكومة المغربية أنها تصادق على مشروع قانون التطوع التعاقدي في المغرب، لأنه كيساهم بواحد الشكل كبير في التنمية الاجتماعية وكيضمن جميع الحقوق للمتطوعين والمتطوعات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء يعني انضباطا للندوة التي كانت على المستوى الجهوي، اليوم جئنا إلى مدينة عين الشواطر من أجل يعني تزيد واحد الدورة تكوينية، دورة تكوينية يعني تحت شعار يعني مشروع تقوية الجمعيات المغربية يعني في مجال التطوع التعاقدي المنضوية تحت لواء يعني وزارة الثقافة والرياضة والشباب والرياضة، يعني قطاع الشباب والرياضة. وفي الدورة التكوينية هذه تعرفنا على آليات يعني تطوير مشروع التطوع التعاقدي يعني من طرف مجموعه ديال الخبراء، من بينهم الخبير محمود علي وكذلك الخبير حديوي. السلام عليكم، معكم رشيدة التعلابي، فاعله جمعويه بمدينه بوعنان. الان كنتواجدوا في الشواطر من خلال المشاركه في واحد الدوره التكوينيه اللي نظمتها المجموعة المغربية للتطوع بتنسيق مع جمعية كير، لهذا المشروع اللي كيهم تقوية مشروع حول تقوية قدرات الشباب في التعاقد التطوع التعاقدي. لهذه الدورة اللي من خلالها اكتسبنا مجموعة من المفاهيم التي تتعلق بالتطوع التعاقدي، وكذلك يعني من هذا المنبر أريد أن أوجه الدعوة إلى جميع الجمعيات الانخراط في هذا المسلسل التنموي الذي يهم التطوع التعاقدي ومأسسته، وتحياتي للجميع. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.